هو يعني اللي يشوفها يلاقيها صغنونه في روحها كده، لكن زي ما حضراتكم تابعتوا معانا في هذا التقرير، لا بطله مصر والعالم بالمعنى الحرفي. نورانا في الفقره دي طبعا، واكيد هنتكلم معاها عن يعني مشوارها في التاهل الى اولمبياد طوكيو، وطبعا كل المشاكل اللي واجهتها في هذا الطريق. معانا رضوى سيد وهي بطله مصر والعالم في الكاراتيه. صباح الفل عليك يا رضوى، منورانا. لا صوت عالي بقى، ده احنا بنتكلم على بطلة عالم في الكاراتيه يا جماعه. والله قبل ما ندخل قلتها. صباح الفل عليكي، وسعداء ان انت معانا. طبعا بتمثلي كمان المراه المصريه وبتمثلي مصر، فالاثنين حاجه احنا اكيد بنتشرف بيهم. فحلو قوي من هنا، بس نبدا مين رضوى وليه رياضه الكاراتيه؟ واكيد كان في ناس في البدايه بتقول لك اشمعنى الرياضه دي يا بنتي وروح، صح؟ يعني المعروف. هو انا اخويا واختي كانوا بيلعبوا كاراتيه. اخوكي واختك؟ فانا شفتهم بيلعبوا فحبيت اللعبه فدخلت، هما بطلوا وانا كملت. بابايا كان طبعا الله يرحمه كان سبورت ليا قوي، هو اللي كان واقف في ظهري، وكان حلمه ان انا العب الاولمبياد دي، وقدرت ان انا يعني اكون حققت الحلم ده. اكون قادر. واكيد في رحلتك للوصول لتحقيق الحلم كان فيه عقبات كتير. اكيد. ايه الصعوبات اللي واجهتك لغايه لما وصلتي للي انت وصلتي له ده؟ ما كنتش لاقية دعم نفسي قوي من المنظومة بتاعتنا. كنت دايما حاسة ان انا يعني عايزة اعتزل يعني. وانت محققة اللي انت محققاه؟ يعني لحد مثلا من فترة قريبة انا كنت حاسة ان انا عايزة اعتزل، ما كنتش شايفة ان هو نفسيا جاهزة ان انا اكمل. كانوا ضاغطيني نفسيا ان انا بسبب مين؟ معلش، حد كان بيمرنك يعني؟ لا منظومة الاتحاد عامة. اوكي. كانوا شايفين ان انا ابطل او ان انا كبرت، او ان انا عشان مثلا بطولتين ما كسبتش فيهم او ثلاثه ان انا كده خلاص ما بقتش كويسه. دي كل الصعوبات اللي هي قابلتني يعني في المشوار ده. بس على فكره دي نقطه مش سهله ابدا، وانت عارفه كويس اهميه الحاله النفسيه طبعا. يعني بس غريب ان انت يعني بتشتكي من عدم وجود الدعم النفسي. هما يعني في مشاكل، بس انا مش يعني انا مش عارفه ايه سببها. يعني اكيد طبيعي ان الرياضي يعني مره يكسب ومره يخسر. طب ما اكيد مش هكسب على طول ومش هخسر على طول. طب فمش عارفه والله يعني. بس من التحدي ده هنسميه تحدي. التحدي ده خرجك ليه انك دلوقتي بطله يعني. فهو ده المهم. فازاي قدرتي؟ انا دلوقتي واجهت تحدي بس عديته، هي دي النقطة اللي تفرق معانا ان احنا نسمعها منك ونعرف عشان نتعلم، حتى ابطال صغيرين يتعلموا منك يا رضوى. هو انا عديتها، بس يعني انا يعني هم مثلا سافرت سفروني بطولات كتير ومنهم حققت، كنت بعسكر في المركز الاولمبي ان انا اتاهل من الرانك، بس ربنا ما وفقنيش ان انا اتاهل من الرانك، ولا ربنا وفقني ان انا اصلا العب البطولة المؤهلة اللي هي بتاعت فرنسا ان هي مؤهلة للاولمبياد. انا برضو ما هما الاتحاد ما صفرونيش، كانوا مصفرين كل يعني كل الاول في الرانك ما عدا الميزان عندي، كانوا مصفرين الثانيه. ف لما بعد ما يعني رجعوا من فرنسا، فحسيت ان عندي امل لسه يعني. انا كنت خلاص هبطل. كنت واثقه في نفسك، دي اهم حاجه. كنت عندي امل ان انا اتاهل من الكوته الافريقيه، والحمد لله اتاهلت من الكوته الافريقيه. بالبوينتس بتاعتي كانت اعلى واحده يعني انا البوينتس بتاعتي اعلى واحده في افريقيا، فتأهلت من الكوتا الافريقيه. شفتي بقى التحدي من حد بيقول لك ما مش لازم تكملي، بس انت عندك ثقه في نفسك وريتيهم لا معلش بقى انا فوق توقعاتكم. فبرافو عليكي. طب تعالي نتعرف اكتر عليكي بقى، يعني على الصعيد الشخصي، انت بتدرسي ايه؟ بتعملي ايه؟ وحياتك عموما ماشيه ازاي؟ انا مفروض يعني خلصت ثانويه عامه، فكنت مفروض ان انا ادخل كليه، فانا اجلت الكليه بسبب ان انا احقق حاجه في الاولمبياد، او ان انا هدفي كان الاولمبياد، فانا ما بعرفش اركز في حاجتين. انت ان شاء الله مسافره المفروض اخر الشهر الجاي، مش كده؟ اخر 7؟ ان شاء الله. فكنت ما بعرفش اركز في حاجتين، فقلت هركز في الاولمبياد دلوقتي لحد ما احقق حلمي وحلم بابايا، وبعد كده هبقى اكمل في الدراسه. ربنا يقدرك ويوفقك كده في تحقيق حلمك ده ان شاء الله. اشرح لنا بس كده شويه الناس اللي ما بتعرفش عن الكاراتيه قوي، انت وزن كام وليا كاتا والحاجات دي؟ خلينا انا كوميتي وبلعب تحت وزن 50 كيلو، بس الاولمبياد هي ضامنين ميزانين على بعض، ال 50 وال 55 مع بعض، فيعتبر هلعب الاولمبياد تحت وزن 55 كيلو. تمام، حلو جدا. طب احنا شفناكي طبعا من خلال التقرير ده، يعني كنت لسه حتى بقول في التقديمه ليك ان انت يعني الشكل عام كيوت وهدوء الدنيا كلها، لكن واضح ان انت لما بتدخلي بقى في المنافسه اهو لسه بنقول خدي فكره كده، خدي فكره تعالى ناخد فكره اهو. يعني اكيد برضو في مواصفات معينه لازم تكون موجوده في الفتاه، لو احنا بنتكلم على ممارسه الفتاه لرياضه الكاراتيه،
ايه المواصفات؟ هل هي مواصفات ليها علاقه بالقوه، ليها علاقه بالرشاقه، ليها علاقه بالوزن؟ يعني ايه الاساسيات اللي لازم تكون موجوده في اي فتاه عشان تصلح وتتالق في رياضه الكاراتيه؟ القوه طبعا والرشاقه ده اساس، يعني في الكوميتيه بالذات لازم نعتمد على دول، ويكون يعني الذكاء والسرعه، والسرعه والجراءه، يعني هي محتاجه شويه جراءه على الملعب. اوكي، بس انت فعلا زي ما كريم بيقول بصراحه شكلك عكس يعني ما ممكن حد يتوقعه تماما. يعني ممكن انا شكلي يكون بلعب كاراتيه انا ممكن اجيب رياضه زي دي، بس يعني بس طب احكي لنا عن رضوى اكتر، يعني هل انت في حياتك عامه هاديه زي ما باين؟ يبقى ده عشان التلفزيون. ماشي. طيب جميل. حلوة. يعني أنا وكريم عايزين بس نعرف أكتر، وأكيد الناس دلوقتي قاعدة بتسمع بنتكلم مع بطلة يعني مصر والعالم في الكاراتيه، فعايزين نعرف أكتر استعداداتك للأولمبياد. أنت سبتي دلوقتي مش سبتي، وقفتي الدراسة، بتتمرني إزاي؟ إيه البروجرام؟ عندك فريق وراكي شغال معاكي؟ لازم يكون ده موجود. أنا في معسكر طبعا في منتخب مصر، بتمرن طبعا مع الفريق المنتخب، بتمرن مع كابتن هاني مدرب المنتخب. أوكي. وكابتن احمد بياضه مدرب الفتنس، فهم ماشيين على نظام انا ماشيه عليه، غير المدربين الخاص مثلا زي كابتن حاتم يوسف وكابتن هبه وكابتن محمد، دول بتمرن برده معاهم، ما مش بوقف تمرينات وماشيه على نفس يعني نفس المستوى، نظام غذائي و... طب الشق النفسي بقى، لان انا وكريم بنتكلم كتير، فاكر برده مع ضيوف كتير ابطالنا بيتكلموا عن الشق النفسي، انه اوقات بيؤثر بشكل سلبي على ادائهم او حتى قبل بطوله عشان الضغط، واوقات ما بيبقاش مش كل رياضه ومعاها طبيب مثلا او لا استشاري. احنا معانا بصراحه طبيب، يعني معانا دكتور نفسي دكتور محمد عبد اللطيف. ده بصراحه انا يعني انا كان نفسي انا رضوى ما بحبش الدكاتره النفسيين، بس هو بصراحه ده انت كنت لسه من شويه بتشتكي من عدم وجود دعم نفسي، ربنا بقى الدكتور نفسي مش وحش يا رب. لا مش وحش، انا طبعا بشكره طبعا، وقف معايا الفتره اللي فاتت في كل الصعوبات اللي انا عديتها، هو كان واقف معايا بصراحه فيها. جميل. طيب انت برضو يعني على ما وصلتي للي انت وصلتي له، عايزين نعرف منك باختصار كده اللي فات كان ايه؟ ايه البطولات اللي انت شاركتي فيها؟ ايه الميداليات اللي انت حققتيها؟ شاركت في كاس العالم، كانت اول بطوله ليا جبت فيها ثالث، بعد كده لعبت بطوله عالم شابات جبت فيها ثالث، ايوه، بعد كده لعبت دوره العاب بحر، دوره العاب افريقيه كانت في الكونغو وجبت فيها ثالث. الله، انت ظابطه نفسك على رقم ثلاثه تقريبا. بعد كده لعبت في 2015 بطوله العالم تحت 21 سنه جبت اول، ما كان لعبت بطولات بقى بريمير ليج كتير، دي طبعا جبت فيها مراكز، وافريقيا ودوره العاب افريقيه وبحر متوسط وعرب. يعني انت عملت كل الكلام ده وتقولي بفكر اعتزل، وانت لحقتي؟ ده لما دي الطلعايه بتاعتك بسم الله ما شاء الله انجزتي كل الانجازات الحلوه دي، ما تفكريش في اللي انت بتفكري فيه ده تاني. ولعبت بطوله العالم للكبار 2016، دي من 2005 لحد 2016 في مصر ما فيش حد طلع على المنصه، يعني 2005 كانت اخر واحده، كانت هبه صلاح طلع على المنصه، بعد كده انا 2016 جبت فيها ثالث، كانت للكبار، كنت اصغر لعيبه تقريبا موجوده في البطوله. غير كده يعني البطولات اللي هي بريمير ليج اللي هي مؤهلانا للاولمبياد دي جبت فيها ميداليات برضو، يعني جبت في المغرب ثاني، في الصين ثالث. هاي ما شاء الله عليك. ايه اكتر الدول اللي بتكلم على الكاراتيه بس نسائيا يعني عامله رانكينجز عاليه عالميا؟ تركيا. اشمعنى بقى تركيا؟ ليهم نظام معين اللعب عندهم مثلا قبلنا يعني؟ خلينا لا، هي اليابان قبلنا، بس تركيا جت الفتره دي لا هم جاهزين قوي، يعني هم بيتمرنوا وجاهزين انهم يعني كلهم ما شاء الله، من تركيا بالذات متاهله في السبعه، يعني احنا 8 هم متاهلين في سبعه، في سبع موازين ما شاء الله، فهي عامله يعني بس بدنيا قوي. يعني في فرق كبير مثلا او لا؟ لا ما فيش، اظن اوزان في الاخر برضه صح؟ في الاخر بتبقى اوزان وكده يعني واحد صح؟ ما فيش فرق. جميل. طب هل في يعني معسكر معين انت مثلا حتى هتنضمي ليه الفتره اللي جايه استعدادا للسفر لطوكيو، ولا بيتم الاكتفاء بالتدريبات العاديه اللي انت ماشيه فيها؟ لا، هو احنا دلوقتي معسكرين في المركز الاولمبي، بعد كده هنطلع على معسكر في الاسكندريه، بعد كده نروح معسكر في شرم. اوكي، ده اكتر من معسكر يعني. طب انت برضو من شويه في مجمل اجابتك على واحد من اسئله نهاوند على حسب ما انا فاكر كنت بتقولي ان انا اتاهلت من خلال الكوتا الافريقيه. فبرضو عشان الناس اللي مش عارفه التفاصيل دي، الدورات الاولمبيه بيبقى في اكتر من طريقه للمشاركه فيها او التاهل ليها، مش كده برضو؟ هي بتبقى متقسمه لمناطق جغرافيه، انت بتقولي كوتا افريقيه،
ولا بتبقى متقسمه ازاي؟ هي عندنا اول حاجه متقسمه لرانك. اوكي. وتاني حاجه متقسمه اللي هي كوتا افريقيه واوروبيه. وبعد كده هو اتحاد ثلاثي بيختار برضو اربع لعيب يعني. على كل حال بالتوفيق بقى، عايزينك ان شاء الله يعني تجيب لنا ميداليات وخليكي دايما حاطه في بالك ان انت بجد مثال رائع للمراه. انا بتكلم هنا المراه المصريه، انا مش بجاملك والله دي حقيقه. فكل التوفيق، نتمنى لك ان شاء الله كل النجاح يا رضا. شكرا ليكي جدا، نورتينا. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل معاكم. اتفضلي.